ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد النهاردة مختلف جدا عن شغل التريكو والكروشيه، علشان تبقى القناة متنوعة وكل حاجة بتدوري عليها تلاقيها. انا حبيت اعرض معاكم التجربة بتاعتي النهاردة، لان كتير اكيد محتاجين حاجة زي كده. بس قبل ما نبتدي، احب ان انتي لو لسه جديدة تشتركي في القناة على الزرار الاحمر، تدوسي على كلمة اشتراك الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، كمان تفعلي الجرس، ياريت تعملي تعليق حلو لو الفيديو عجبك، ولايك طبعا. اتمنى ان انتي تعملي لايك برضو. كل الحاجات دي بترفع من نفسية الواحد لما بيشتغل وبيقف يعمل حاجة تفيد الناس. عشان ما اطولش عليكم، زي ما احنا شايفين كده، دي خدادية الانتريه عندي. طبعا هو ليه فترة، فحصل ان انا لما بغسل الخدادية ابتدى الخيط ينسل من هنا وابتدى ينحل، عشان هو خامته زي ما احنا شايفين، مش عارفة، هي زي قطيفة شوية. تمام، الموضوع ده حصل مع ناس كتير، فانا هجدد الكسوة دي كلها. وهم ما كانوش عاملين لها كسوة داخلية، يعني هو السفنج كان محطوط على طول في الكفر ده. تمام، انا النهاردة هعمل كسوة داخلية وهعمل كسوة خارجية، وهنشوف ايه الحاجات اللي مطلوبة ان هي تكون معاكي علشان ما تحتسيش او تلاقي حاجة ناقصة معاكي. هنا دي الكسوة دي او الخدادية دي تقريبا عاملة 50 في 50. تمام، انا ممكن اكبرها شوية، هشوف على حسب مقاس القماش عندي. انا اتلخبطت وقلت الخيط. طيب، انا جايبة هنا الدبابيس بتاعتي. تمام، المقص طبعا يكون حامي ولازم يكون مقص نظيف، وجبت المتر علشان اخد المقاسات. ده هعمل اعادة تدوير لقماش ملاية قديمة عندي، هعمل بيه الكسوة الداخلية. مش لازم تجيبي كسوة جديدة او قماش جديد، ممكن تعملي اعادة تدوير لاي حاجة عندك. تمام، فده كان كيس مخدة. تمام، انا فتحته بالطول كده وهقصه بنفس الطريقة. دي السوستة اللي هي السحرية. تمام، بتبقى عاملة كده، تحسي ان هي مش باينة الحديد بتاعها، وبتبقى سهلة الفتح والقفل احسن من السوستة العادية، بتبوظ السلك بتاعها. تمام، والسلك بتاع بيبقى ضيق شوية، فبتبقى احسن كتير. طيب، عايزة اكلمكم على القماشة اللي انا جبتها من الراجل بتاع قماش التنجيد والملايات والستائر والكلام ده. انا جبت متر، قلت هجرب فيه اعمل خداديتين كبار، يعني انا عندي دي وعندي واحدة تانية، هعمل لهم الاتنين دول كسوة. هيكفي اعمل للصغيرين؟ تمام، مش هيكفي، هنزل اجيب من نفس الخامة، برضو خامة حلوة قوي، في خامة اقل من دي، المتر ب35، المتر من ده 45. دي من المحلات اللي موجودة في المنطقة عندي. لو انتي نزلتي بقى الازهر والعتبة والمناطق دي، اكيد هتلاقي طبعا الاسعار اقل من كده. بس لو هتجيبي كميات دي، انا جبت متر واحد. دي على قطيفة، انا كنت عايزة ابيض، ما لقيتش ابيض، جبت الاوف وايت، اقرب حاجة للون الابيض. تمام كده. طيب، هنشوف هنا ازاي ناخد المقاس ونظبط الدنيا كده. ده المتر بتاعي اهو كده، نفرده ونخلي بالنا من اي وربة تكون في القصة لما الراجل قص. تمام كده، هنا زي ما احنا شايفين هو وارب شوية في القصة في المنطقة دي. ممكن اقلب لكم القماشة، لو الفيديو طويل ما تزهقيش، يعني حتى لو عايزة تمشي شوية فيه، بس حاولي تتفرجي لاخر. بصوا هنا الزيادة دي وربة في القص، احنا ملناش دعوة بيها خالص، وهنقص على الجزء المظبوط بتاعنا. تمام كده، اهم حاجة الطرفين دول يبقوا على بعض. نفرد كده القماش بايدينا بطريقة مظبوطة، خلاص هو وارب القماشة لغاية الاخر، انا ماليش دعوة بكل الكلام ده. طيب، مبدئيا انا هنا هخيط الجزء ده من اليمين ومن الشمال. تمام، وهركب السوستة في الجزء ده. خلاص كده، انا السوستة عندي دي 50 سنتي، فالمفروض هيبقى المكان من هنا لهنا 50 سنتي برضه، علشان تبقى الخياطة مظبوطة
ويبقى فيه تقفيل من هنا مظبوط. تمام كده. طيب ناخد بالمزورة 50 سنتي كده، 50 سنتي زي ما احنا شايفين اهو. تمام. ال50 سنتي دي هناخد منها سنتي من اليمين للخياطة وسنتي من الشمال للخياطة، هنقصها مع بعض. انا هقص الكسوة الرئيسية الاول وبعد كده هرجع اقص الكسوة الداخلية، عشان الكسوة الداخلية لو باظت مش مشكلة، لكن الكسوة الخارجية لو باظت ممكن اموت نفسي. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. نبعد دي دلوقتي كده، نظبط قماشنا حلو. تمام. هناخد 50 سنتي من هنا وهجيب القلم وهعلم خط رفيع خالص كده. تمام. هو اكيد مش باين عندكم بس اهو، انا مش عايزاه يعلم قوي. وهاخد 50 سنتي هنا تاني، ناخد مقاسات متساوية علشان القصر بتاعنا يبقى متساوي. ناخد 50 سنتي كده برضو. تمام. ناخد 50 سنتي برضو هنا كده. تمام. عملت 3 نقط، المفروض ال3 نقط دول اوصل ما بينهم كده. تمام. زي المسطرة واعمل علامات خفيفة. لو عندك مسطرة طبعا هيبقى احسن كده. ظهر معاكم الخط ده اهو، ده اللي هنقص عليه. تمام. هاجي اقص الوردة دي الاول علشان ما تلخبطنيش. لو عايزة تحطي تحديدة بالقلم كده مش مشكلة. نعمل خطوط مقطعة وابتدي اقص الزيادة اللي في القماش. اهو كده ظبطت القماش، وهبتدي اقص من هنا الخط بتاعي. وياريت المقص بتاعك يبقى حامي علشان ما ينسلش القماش. تمام كده اهو، طلعت مظبوطة وزي الفل. وهنحط السوستة هنا. تمام. نفس ده كده هعمله ازاي. القطعة الاولى خلصت، هتسحبي القطعة التانية زي ما هي كده وهتحطي عليها القطعة الأولى بالظبط، لأن المقاسين المفروض طبعا يبقوا قد بعض. بصوا برضو هنا في زيادة هحاول اشيلها الاول. نفس اللي عملته، اول حاجة اظبط القماش
بصوا زيادة قد ايه فرق اللون الضف من الوش. ممكن برضو اعمل خطوط متقطعة كده، وأقصها تمام كده. يبقوا القطعتين بالظبط قد بعض. ليه قلت لكم قصوا الكسوة دي الأول؟ علشان دي لو باظت منكم هيبقى صعب ان انتي ممكن تلاقي منها تاني من نفس الخيمة، يبقى تقصي دي الأول وبعد كده تقصي الكسوة الداخلية تاني حاجة، علشان دي اللي مقاسها معاكي هو اللي يفرق. بصوا الجزء ده اللي زاد هحاول اعمل منه للقطع الصغيرة او المخدات الصغيرة، تمام هشيله على جنب دلوقتي، شيل واحدة من دول هنا بقى. ده الجزء بتاع القماش بتاع كيس المخد، هشوف مقاسه عامل ايه، لو مجيش لا مظبوط هنا كده كده. عشان كان في شغل تطريز فانا قصيته قبل ما ابتدي التصوير معاكم. بصوا هنا كده، ده كيس المخدة. انا ما كنتش عايزة التطريز اللي هنا ده يبقى موجود في الكسوة، يعني شلته، هشتغل على الجزء السادة اللي هنا. هبتدي اعمل كده، تمام مقاس هيبقى مظبوط. هعلم وبعد كده ابتدي اقص. بصوا بقى هقصها ازاي، انا علمت هنا خط، تمام هناخد 50 سنتي كده، اهو 50 سنتي جت لغاية هنا، تمام، وهمسك من اول هنا، المفروض 50 سنتي زيهم برضو هنا علشان يبقى برضو شغلنا مظبوط اهو. وناخد برضو 50 سنتي هنا، تمام، همسك من هنا ومن هنا كده واعمل كده خلاص. ليه انا بعمل كده؟ علشان اقلل الخياطات اللي انا هعملها، عشان ما اقعدش اخيط من ال4 جنيه، بيبقى الجزء ده مقفول كده كده عندي، وبرده هخيط من 3 جناب بس، تمام. هقص كده مستقيم على الخط اللي عملته قبل كده،
المرحلة اللي جاية هنبتدي نخيط بطريقة سهلة جدا. هنقفل الجنيه، وأهم حاجة هنشوف مع بعض السوستة هنركبها ازاي. ده الجزء اللي اتبقى معايا هخليه على جنب. نفس طريقة الخياطة، أنا هخيط الجنيه تمام، وهقفل النص ده كده لغاية هنا خياطة تمام، وهبتدي أحشي الإسفنج، والجزء ده هقفله على ايدي تمام. يعني التلتين خياطة مكنة والتلت خياطة على الايد تمام كده، علشان يبقى الشغل شكله نظيف. ننقل دلوقتي على المكنة وازاي هنعمل التقفيل بتاعنا.